اكيد اكيد 11 سنه، حتى لو وصل فيها الامر ل 20 سنه راح نضل نستمر في مطالبه اسقاط نظام، حتى اسقاط هذا النظام المجرم وخروج المعتقلين وتشكيل بلد في حريه وفي تعدديه ويحكم بشرع الله ويحكم بقوانين مدنيه بعيده عن العسكره والامن والحزب الباعث الذي سيطر على الدوله لمده 50 عام. بعد 11 سنة من القتل والتشريد اللي مارسه النظام السوري بأعمال التخريب والقتل اللي على السوريين، بعد احتلاله العديد من المناطق اللي تم تحريرها، اليوم المظاهرين هم موجودين ليعبروا عن قوة الإرادة اللي عندهم بالاستمرار بما بدأوه من 11 سنة، وهو المطالبة بالحرية والديمقراطية في سوريا.